رايكم الترويض اللي تنولفوا على السفر بس ما تيخرش. المهم يولف على الزنقة ساعة مرحبا يطير وضعت كراتي تريني دابا سمع شي صداع تيتخلع عاوتاني تيرجع شوية شوية ما يبقاش يخاف. ديروا الريم اللهم بارك. الاسبوع القادم ان شاء الله تشوفوا الطائره الحر ديال الطوير هذا راه باقي جديد ولكن خدمه مزيانه. يلا اللهم يسير.